انا متوقع بنسبه في مساحات خلف 50 60 70 80 90% كمان، مش عايز يعني اكبر النسبه، ان هو كده كده هيخطئ يعني امام الحالات اللي قدامك دي. لا دي حالات، دي حالات احمد يعني. دي الحالات الهجوميه يعني، احنا في ثلاث حالات اخرانيين، دول الحالات الدفاعيه. انا اخترت ثلاث حالات يا كابتن، هو الخطا ما كانش في بص يا كابتن، ده محمود حسن تريزيجيه، دي الحالات اللي انا اقصدها. اللي في الدايره الاولى يا كابتن من تحت في الشاشه ده محمود حسن تريزيجيه، ما ينفعش يبقى هنا. ما ينفعش يبقى هنا لذلك بص يا كابتن، محمد عبد المنعم دي كره الهدف بالمناسبه، دي الكره، دي كره الفاول اللي جه منها الهدف الوحيد لبوركينا فاسو. محمد عبد المنعم بص يا كابتن اضطر يخرج لحد فين علشان المساحه الكبيره اللي ما بين محمود حسن تريزيجيه، وبص يا كابتن اقرب واحد لمحمد عبد المنعم اللي واقف على قوس منطقه الجزاء هو حمدي فتحي. فهنا يا كابتن الخطا او السلبيه اللي كنت بشوف ان هي رجعت بوركينا لاحداث اللقاء مره ثانيه، هو الجاب اللي كان ما بين محمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم، وبالتبعيه بين محمد عبد المنعم وحمدي فتحي. يعني الكابتن حسام في التعليمات اللي كان قايلها للعيبه ان كان لازم هو شغله الاساسي اللي ينجح الخطه دي يا كابتن الترحيل. صحيح. والترحيل ده ما اتعملش بصوره جيده، يعني الترحيل في اللقاء دوت بعد ما اشتغلت بوركينا خاصه لما رموا اللاعب نمره واحد، الترحيل يجب ان يتم بالظبط بصوره يعني افضل من اللي كانت عليها لو هنلعب بتريزيجيه في المركز ده. ونروح الحاله اللي بعدها، هنتكلم فيها يعني الحاله اللي بعدها ده برده حاله ثانيه يا كابتن بتاكد نفس الكلام ده، محمود حسن تريزيجيه اللي في الدايره ما ينفعش يكون في المكان ده خالص، دي حاله هجوميه خطيره جدا، راحت الكره دي لمحمد الشناوي. في اخر حاله برده انا جايب حالات، يمكن ما اعرفش حضرتك تسال على السلبيات، ولكن هي دي الحالات اللي انا بشوف ان هي كانت سلبيه. الحاله اللي بعد دي برده خطا كبير في التمركز يا كابتن، يعني بص بقى المره دي اتعمل العكس، اتنين راحوا مع الراجل واتنين الاثنين اللي في دايره نص الملعب فاضيين خالص، والكره دي بالمناسبه اللي راحت انفراد واخرجه محمد الشناوي. فانا شايف ان احنا المفروض التنظيم الدفاعي يا كابتن يبقى بصوره افضل من كده. اعتقد ان كابتن حسام والجهاز الفني هيشتغل على اللقاء تاني مره تانية ويشاهد اللقاء، اعتقد ان الحاجات دي مهم جدا ان احنا نتلافاها غدا في لقاء غينيا بيساو، لان خطا واحد من الاخطاء دي ممكن يكلفك مباراه، وانت عارف طبعا الصعوبات اللي هتواجه المنتخب المنتخب بالظبط. وغينيا بيساو كمان قربت منك بخمس نقاط، فاعتقد ان بعد لا قدر الله في حاله خساره هتقرب منك جدا بفارق نقطه واحده يعني. طيب.